طبعا هنا في الشبهة دائما يطرحها بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من ذبح لغير الله فقد أشرك، وإنما قال لعن الله من ذبح لغير الله، فيقولون نحن نقول لعن الله من ذبح لغير الله، لا نضيف لا نزيد. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاجزا أن يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن ما قال. فنرد على هؤلاء بماذا؟ أولا لماذا هذا ملعون؟ ملعون لأنه تقرب إلى الله لغير الله عز وجل بذبيحة يجب أن يتقرب بها إلى الله. ماذا فعل هذا؟ هذا يتعبد، تعبد غير الله، ولذلك الذبح عبادة لله. قال جل وعلا فصلي لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون يتقربون إلى الله بالذبائح قربة إلى الله، كذلك الذي يتقرب بالذبح لغير الله معناه تقرب بالعبادة لغير الله. فإذا كانت الذبح لله عبادة لله فالذبح لغير الله عبادة لغير الله، فهذا الشرك، هذا الشرك. كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، كثير من العبادات ما قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا ما نجد من سجد لغير الله فقد أشرك، من توكل على غير الله فقد أشرك، من ركع لغير الله فقد أشرك، ما في. لكن هي عبادات، إذا تعبد بها العبد لله فقد عبد الله، إذا تعبد بها لله ولغير الله فقد أشرك بالله. فليس بالضرورة أن تأتي كل عبادة بعينها يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل لغير الله فقد أشرك، بل أخبر بأن من عبد غير الله فقد أشرك. قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. فلما أمر الله عز بعبادة وحده ونهى عن الشرك شمل هذا كل العبادات، أي عبادة يتعبد بها العبد لغير الله فقد أشرك بالله. واضح؟